السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أداب وفضائل تلاوة القرآن الكريم، نبدأ فيديو ديالنا إن شاء الله بحول الله من أداب تلاوة القرآن الكريم. من أداب تلاوة القرآن الكريم أن تكون طاهر البدن والثياب، متوضئا خاشعا متأدبا متبتلا، وخير تلاوة ما كانت في صلاة أو عاقبها، وأحسن أوقاتها ما كانت في سكون الليل. فإذا أردت تلاوة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم رتل القرآن ترتيلا عملا بأوامره تبارك وتعالى. ويجب مراعاة الوقف والوصل في مواضع محددة في المصاحف، فذلك مما يساعد على تفهم المعاني. ويجب على من يتلو آيات ذكر الحكيم أو من يستمع إليها أن يحصر ذهنه ويركز الحواس تفكيره ليتدبر معانيه ويحاول تفهمها، فذلك من أهم المقاصد المبتغاة من تلاوة القرآن أو الاستماع إليه. كما يجب إلى القارئ أو المستمع إليه أن يقدر أنه هو المقصود بكل أمر وبكل نهي من أوامر القرآن ونواهيه. فالمسلم من اتعظ بآياته وجعلها دستوره في معاملاته واتبع آدابه وحدد صلاته بالناس على هذه أحكامه، وفرق بما جاء فيه بين الحلال والحرام، فهو نور وشفاء. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بهزل، من تركه من الجبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى فإن في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين، هو ذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا تشبع منه العلماء ولا تمله الأتقياء ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لا تنتهي الجن إذا سمعته أن يقول: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فمن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم، وهو عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. وفق الله المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للعمل بكتابه العزيز الحكيم، ليرقوا المعالي في هذه الحياة وليجنوا ثمار عملهم الصالح في الدنيا وفي الآخرة وكذلك في دار البقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.